مشاهدي ساحل تي في، اهلا وسهلا بكم في متابعه حصريه للندوه الصحفيه التي ينظمها النجم الرياضي الساحلي بمناسبه الموسم الرياضي الجديد. ندوه صحفيه ستشاهدون فيها طبعا المنتدبين الجدد، ستشاهدون فيها ايضا المستشار الجديد للنجم الرياضي الساحلي، وايضا ستتابعون الحافله التي اقتناها النجم الرياضي الساحلي، حافله كما ترون امامكم سادتي سيداتي. اكيد نجم نقولوا يعني مولود جديد لفريق النجم الرياضي الساحلي أكابر، حافلة انتظرها جماهير النجم طويلا، وهي أمامكم. أكثر تفاصيل في الندوة الصحفية، تابعونا. رجعت لعائلة النجم الرياضي الساحلي اللي كان عندها الفضل الكبير علي أنا، منها هي خرجت لبوابة أوروبا والتجارب العديدة اللي مريت بها مدة 10 سنين بريسك. اليوم ظالي في وقت اللي الناس الكل يعني مستحقة لأي لاعب ولا لأي واحد قادر إنه يقدم الإضافة، خاصة في التظاهرات اللي قادمين عليها. ظهر لي اليوم رجعت باش نقدم الإضافة سواء في الملعب ولا خارج الملعب. مسؤولية ماهيش باش تكون سهلة، والناس الكل لازم تحط اليد في اليد باش نحققوا الزوبجيكتيف نتاعنا إن شاء الله. هما خيروا باش يبعدوا عوام على كما حكينا بكري على لا كونتر فاسون، واحد احنا كان فيه وعود باش احنا معناتها نعاونوهم باش ما تكونش فما كونتر فاسون، وهذا نداء للجماهير النجم الرياضي الساحلي باش تقتني معناتها لو مايو اوفيسيال وما يقتنيوش حاجات اخرى باش ما يعاونوش. ابريتو معناتها اللي يحب يعاون النجم الرياضي الساحلي يقتني من عند النجم الرياضي الساحلي، ما يقتنيش من البوتيك تاع ليتوال، واحنا باش نسهلوا على حكايه البوتيك كيما حكيت بكري باش يكون فما فونتوليني ابارتيغ دو. جينا بمساكن، صحيح صحيح جينا بمساكن لو كونترا دو فرانشيز الاولاني. وي بوكو دو تشالنج ديجا كو شوي جون جي 18 ans et j'ai trouvé un groupe très bien structuré bien en place avec des joueurs très expérimentés. Vu que l'équipe est en quart de finale de Ligue des Champions, donc c'est un grand challenge pour moi et j'espère être à la hauteur. حابين معناتها نعملوا ندوة صحفية باش كما قلنا معناتها تتمحور على ثلاثة معناتها محاور أساسية، اللي هي تقديم ليكيبمونتي الجديد نتاعنا اللي هو أديداس، ثلاثة مواسم العقد الجديد نتاعنا معاه، وسورتو معناتها مش اديداس برك كماركه حاجه باهيه للاتوال، العقد في حد ذاته عقد ممتاز، خدمنا عليه برشا، نشتغلوا برشا في النجم الساحلي، حتى شيء ما يجي بسهل، ما فيش اوبليغاسيون معناتها دشا، في معناتها الفريق الاول معناتها يقتني كل حاجياته معناتها بدون مقابل. اديداس ميغ اديداس معناتها لا ميزون ميم اللي تعاقدنا معاها، دونك كبروا بينا واحنا معناتها نعرفوا قيمه الشركه هذيا وكنا فرحانين ياسر. ونفس الشيء معناتها قدمنا القميص الجديد اللي هو باش يكون معناتها من احسن ما فما معناتها في الجام نتاع اديداس، كما بتشوفوا معناتها نفس الجام اللي معناتها فرق اوروبيه عظيمه معناتها تلعب بالجام اللي باش نلعبوا بها. ونفس الشيء معناتها اللاعبين الجدد، الحافله نتاع النادي كيف كيف معناتها من احسن ما فما من ماركات معناتها في العالم، الناس الكل توا والماركات العالميه الكل تعرف قيمه الفريق نتاع النجم الساحلي، وهي معناتها تلقى
بايها وقت اللي تتعاقد مع الفريق الكبير هذايا، والنجم الساحلي يستفاد يعني من الشراكات هذه. شكر كبير للكيب نتاع التصفيق نتاعنا اللي تشتغل في شغل كبير ياسر، شكر كبير للمسؤولين الكل في النجم الساحلي وعلى راسهم سريدا شرف الدين اللي قاعد يقوم مجهودات كبيره باش يوفر معناتها الحاجيات الكل نتاع الفريق الاول نتاع النجم هذا الساحلي كبير. اول حاجه انا بحب اشكر الناس على الاستقبال الجميل ده، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا وجايبين لعيبه كويسه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرح يعني الناس الجميله دي، وان شاء الله باذن الله يعني نكون على قد المسؤوليه ان شاء الله، وان شاء الله يعني نحاول نسجل اهداف ونربح الناس والناس تبقى مبسوطه في البطوله حتى القريبه دي، وان شاء الله يعني في الدوري كمان ان شاء الله. شكرا. كانت هذه الندوة الصحفية التي أقامها النجم الرياضي الساحلي لتقديم الحافلة الجديدة، المستشار الجديد شركة أديداس وأيضا المنتدبين الجدد كوناتي اللاعب المالي الذي كان ينشط في المغرب، عمر زكري من مصر، عمر زكري من نادي الرياضي الحملان، فعمرو مرعي من مصر، وأيضا جاكم بي من البطولة الكاميرونية. ندوة صحفية للأمانة كانت من مستوى عالي جدا، النجم قدم فيها كل الإمكانيات لكي تنال هذا النجاح، وكي طبعا نرى فيها كل ما هو جديد في قلعة النجم الرياضي الساحلي. شكرا لكم متابعي ساحل تيفي.